بحيدر الكاف قلبي يباهي حيث أراه سر الإله عشقته كنت صغيرا حبي إليه لا متناهي لا متناهي أحيا فقيرا لا مال لكن حب الوصي كنزي وجاهي فمن ترى فمن ترعى شاليوم مثلي ومن ترى في حبي يضاهي حبي يضاهي في حيدر كاف قلبي يباهي حيث أراه سر الإله عشقته كنت صغيرا حبي إليه لا متناهي أحيا فقيرا لا مال لكن حب الوصي كنزي وجاهي فمن تراها اليوم مثلي ومن ترى في حبي يضاهي الحب فيه أصوأ ولو عليه أصلح السلسبيل يشرب في حب حيدر قلبي إليه يرضى صاح كيف تعجب لو جسدي يخضب في حب حيدر لو عذبوني لو مزقوني إني هنا والحب فنوني لا أرتضي في عشقي بديلا أهواه حتى الجنون إن جئتني بلومي فهذا جهلا تراه فيك عيوني ذا حيدر في كفيه دار أفلاك ربي إليك دوني الشمس كيف ردت لحيدر وقر بل كل كيف صل في حب حيدر القمر المنير حيث له يشير إذ جاءه نذير في حب حيدر لو عذبوني لو مزقوني إني هنا والحب فنوني لا أرتضي في عشقي بديلا أهواه حتى الجنون إن جئتني بلومي فهذا جهلا تراه فيك عيوني ذا حيدر في كفيه دارت أفلاك ربي إليك دوني الشمس كيف ردت لحيدر وقر بل كل كيف صل في حب حيدر القمر المنير حيث له يشير جاءه نذير في حب حيدر لو عذبوني لو مزقوني إني هنا وفنوني لا أرتضي في عشقي بديلا أهواه حتى الجنون الشمس كيف ردت لحيدر وقرت بل كل كيف صلت في حب حيدر القمر المنير له يشير جاء
جاءها النذير جاءه النذير في حب حيدر في حب حيدر. فقم معي لنقرأ الآيات جهرا في آية تطهير صفحة بعد صفحة. وهل أتى فيه أتكفي كبطرة وكوثر الذكر فهل تمليك نكرة. قد مزق الستر عن أعيون أحرى وأسجد أسجد إلى الرحمن عن نعماه شكرا. النجاة فيه فقم لتكتفيه فمن تولى كرار حيدا حبل الصراط يبقى بكفه ويرقى من كان يهوان كرار حيدا من كان يهوان كرار حيدا. فقم معي لنقرأ الآيات جهرا في آية تطهير صفر بعد سطرا. وهل أتى فيه هدي فيك بطرا وكوثر الذكر فهل تملك نكرا. قد مزق الستر من الأعيون أحرى واسجد إلى الرحمن عن ماه شكرا. وهل أتى فيه أتي يكفيك بطرا كوثر الذكر فهل تملك نكرا. من قال في حديثه كم في حديثه كم من حديث قاله الأخدار طه. من كنت مولاه فغس في محتواها من حبه الإيمان قلت هل تراها. ومن به الرسول في الحرب تباها رب النجاة فيه فقم لتكتفيه فمن تولى كرار حيدر حبل الصراط يبقى بكفه ويرقى من كان يهوان كرار حيدر. من قال في حديثه كم من حديث قاله الدار طه. من كنت مولاه فاغسل محتواها حبه الإيمان قل هل تراها. ومن به الرسول في الكرام باها من قال عنه لا فتى لا فتاها. ومن فتناها من قال عنه لا فتى لا فتاها. ومن فتناها رب النجاة فيه لتكتفيه فمن تولى الكرار حيدر في الصراط يبقى بكفه ويرقى من كان يهوي الكرار حيدر من كان يهوي الكرار حيدر من كان يهوي الكرار حيدر. على حبي علي حوت النار قسيم النار والجنة وحبل الله في الأرض علي فاسألوا عنه حبله المتين إنه سفين إنه اليقين كيف ينكر حيدر أراه رحمة الإله هو على يداه سوف تنصر علي حوت النار قسيم النار والجنة وحبل الله في الأرض عليا فاسألوا عنا حبله المتين إنه السفين إنه اليقين كيف ينكر حي
حيدر أراه رحمة الإله وعلى يداه سوف تنصر وعلى يداه وعلى يداه سوف تنصر تجرعنا سيوفا من أعاديه ولم نبرح عن الحب عن الدرب وهيهاته لأن ننزح تجرعنا سيوفا من أعاديه ولم نبرح عن الحب عن الدرب وهيهات بأن ننزح تيم الفؤاد تيم الفؤاد كيف ما أراد إنه العماد كيف لا يكون نهجه الرصين في مدى السنين خالد مكين أو تبصرون خالد مكين أو تبصرون فهم معي لنقرأ الآيات جهرا بآية التطهير سطر بعد سطر وهل أتى به أتت فيك بطرا وكوثر الذكر فهل تملك نكرا ومزق الستر عن الأعين أحرى وجد إلى الرحمن عن نعماه شكرا النجاة فيه فقم لتقتفيه فمن توليت جرار حيدر في الصراط يبقى كفه ويرقى من كان يهويت جرار حيدر من حديث قاله اختار طه من كنت مولاه فغسل محتواها من حبه الإيمان قل هل تراها ومن به الرسول في الحرب تباها والنجاة فيه فقم لتقتفيه فمن تولى الرار حيدر حفل الصراط يبقى بكفه ويرقى من كان يهوي الرار حيدر من كان يهوي علي حبه جنة قسيم النار والجنة وحبل الله في الأرض علي فاسألوا عنه علي حبه جنة قسيم النار والجنة وحبل الله في الأرض عليا فاسألوا عنه حبله المتين إنه السفين إنه اليقين كيف ينكر حيدر أراه رحمة الإله وعلى يداه سوف تنصر علي حبه جنة قسيم النار والجنة وحبل الله في الأرض علي فاسألوا عنه حبله المتين إنه السفين إنه اليقين كيف ينكر علي حبه جنة قسيم النار والجنة وحبل الله في الأرض علي فاسألوا عنه علي فاسألوا